أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أجدادنا في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم تبلغهم الحجة، فما هو حكمهم؟ الناس في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ منهم المستقيم والموحد والعالم التقي، لكنهم ما قاموا بالدعوة، قصروا، ما قاموا بالدعوة وتركوا الناس حولهم على العوايد وعلى الشرك، ولم يدعوهم ولم ينهوهم، فهم تركوا واجبا عظيما واقتصروا على أنفسهم. ومنهم من وافق الناس وشجع الناس على الشرك وعلى العادات لأغراض في نفسه، فهذا هو الذي الشيخ أنكر عليه ورد عليه. الذين عارضوا دعوة التوحيد هم الذين رد عليهم الشيخ وأنكر عليهم، والذين منعوا الدعوة جاهدهم الشيخ وقاتلهم حتى نشر هذه الدعوة في الجزيرة وامتدت إلى خارج الجزيرة، ليقف في وجه الدعوة يقاتل ولو كان عالما ولو كان يدعي الإسلام، يقاتل حتى تأخذ الدعوة طريقها إلى الناس. فهذه دعوة الشيخ رحمه الله، إنما بين للناس طريق الصحيح، ومن قبل الحق واتبعه فهذا على خير، والشيخ يشجعه ويدعو له، ومن عارض الحق فهذا يتخذ معه الشيخ ما يستطيع من الإجراءات الرادعة. نعم.